السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على طريقة التحويل من نظام العد العشري لنظام العد الثنائي، أو من نظام العد العشري اللي هو الديسيمال للباينري اللي هو الثنائي. طريقة التحويل بسيطة جدا، احنا سبق وتعرفنا في الدروس الماضية طريقة التحويل من نظام الثنائي للنظام العشري، أي بالعكس. التحويل كان بالضرب، حاليا ببساطة حتى تكون العملية في عم تتحلل العملية، عم تجيك في تيست أو في أي إن كان حتى تحللها في دماغك وتجيك بسيطة، العمليتين عكس بعض. عم تنحوله من أي نظام تاني للعشري تكون العملية ضرب، عم تنحوله من النظام العشري لأي نظام تاني حتكون بالقسمة. يعني عندنا مثلا من العشري للثنائي حناخد العدد العشري اللي عندنا وحنقسموه حنقسموه على قيمة العدد المراد التحويل ليه. يعني مثلا احنا حنحوله للثنائي حنقسمه على 2، يعني عندنا على سبيل المثال القيمة 150 بالنظام العشري حابين نحولوها لنظام القيمة بالنظام الثنائي، هذه المفروض تكون فاضية في التست أو في أي مكان حتى تحولها أو توجدها أنت. فعندنا 150 بالعشري حناخذ 150 حنقسموها على 2، 2 150 تقسيم 2 عندنا 75 ما فيش باقي فحنكتبه صفر. عندنا مثلا بعدين حناخذ ال 75 حنقسموها اللي هي نتاج القسمة، حنقسموها على 2 مجددا، يعني عندنا 75 تقسيم 2 عندنا 37، لكن عندنا باقي، لأن مثلا أنت نضرب 37 في 2 تطلع لنا قيمة وما زالت ما وصلناش ل 75، يفضل لنا واحد فنحط الواحد، يعني هذا باقي القسمة. ناخذ 37 نقسموها على 2 عندنا 18 وعندنا واحد باقي القسمة. ناخذ ال 18 نقسموها على 2 عندنا 9، لأن 9 في 2 18 صافية، يعني ما عندناش باقي حنكتبه صفر. عندنا 9 تقسيم 2 4، لأن 4 في 2 8، يفضل لنا واحد على ال 9 طلعوه كباقي قسمة. عندنا 4 تقسيم 2 2 ما عندناش باقي صفر، 2 تقسيم 2 2 قديش فيها 2 فيها 1، يعني ما عندناش باقي قسمة نكتبه صفر. 1 قديش في 2 ما فيش شيء فنكتبه صفر، يعني ما فيش ولا 2، وناخذ الواحد كحاصل باقي قسمة لأنه هو قاعد لنا. هذا حاليا فعليا هذا هي القيمة اللي احنا مطلوب إيجادها، اللي هي تحولنا هذا من العشري للنظام الثنائي اللي هو عبارة عن صفر وواحد بس. أنت حنكتبه وحناخدوه من فوق للوطة، هذه كمعادلة في دماغك. أنا رسمت الأسهم هذه حتكون بسيطة، يعني مرات أنت توجد أنت تتفكر مثلا إن من الثنائي للعشري أو أي من أي نظام للعشري ضرب ومن العشري لأي نظام قسمة، تبدأ تقسم وأنت في ناتج تكتب واحد في باقي تكتب واحد ما فيش باقي صفر وتكمل لين توصل للأخير صفر وعارف إن أنت في الأخير تكتب واحد، لكن تنسى تاخذ من فوق للوطة، من لوطة لفوق، من يمين ليسار، من يسار لمين تنسى. فأنا بس رسمت الرسمة هذه إن هي حتكون هيك زي تو، إن أنت من حتاخذ من الأول للأخير. إحنا مثلا نمشي ديما من الدرجة الأولى للدرجة الأخيرة، فحناخذ من أول ما وجدت للأخير حتى نسكر عليها هيك. هذا ليش أنا نرسم مثلا في الخط هذا مثلا ندير هيك، إحنا حنسكر عليها، يعني حناخذ من هو لهو، يعني حنكتب صفر واحد واحد، يعني حنبدأ فعليا حنبدأ من فوق للوطة من اليمين لليسار، حتكون صفر واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد، وهيك نكون تمينا المعادلة. ومهما كان العدد من النظام العشر اللي محتاج تحوله للثنائي حيكون بنفس الأسلوب بالضبط. ومن هنا نقدر نقول إن الدرس أو الفيديو هذا تم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم منه، وكان بسيط وسهل بالنسبة ليكم. يا ريت في حالة عندكم في حالة إن موجود عندكم أي سؤال أو استفسار، يا ريت تحطوه في التعليقات أسفل الفيديو، أو ترسلوني باستفساراتكم على السوشيال ميديا شانلز أو قنوات التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وإن شاء الله موفقين جميعا، نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.